يا هلا ومرحبا واهلا وسهلا في هذه الحلقة المميزة من بيت الزهور حب وسرور الذي يأتيكم في كل ثلاثاء بعد صلاة العشاء. نستقبل فيه جمهورنا الأعزاء بالمحادثات بالدردشات. أيضا في كل أسبوع لنا طلة جميلة. طلتنا في هذا الأسبوع وهذه الحلقة الماتعة التي تتكلم عن الأمطار وكيفية الأمطار وكيف عشنا في أيام الأمطار وكيف المدارس وكيف التغييرات والأشياء الجميلة. كل منا حيعبر في هذه الحلقة عن الأمطار وما حصل. حتى اليوم الشاشة تحسن فيها مطر كده, احنا جايبين الأجواء كلها أمطار في أمطار. فحياكم الله جمهورنا الأعزاء وانشروا الرابط عشان المشاهدين. كما نذكر هناك أيضا نجوم متجرنا لهذا اليوم من المتابعين اللي يطلبون, حتكون أسماءهم موجودة فوق بمشيئة الله تعالى. خلونا نأخذ استعراض في البداية. وش نأخذ؟ استعراض بيت الزهور حب وسرور. منورة يا هدى عسيري, هلا هلا منورة, حياك. لهذا اليوم وموضوعه الأمطار. أنا ما أودي كل مرة أبدأ بك, أنت تخوفيني أنك تناظري لي. خلينا نبدأ من هنا. تولي موضوع حلقتنا عن الأمطار, تفضلي. يلا هل تعلمون ماذا نقول عند نزول عندما المطر؟ اللهم صيبا نافعا, اللهم صيبا نافعا. نسمع تحية قوية. إذن حلقتنا متنوعة ورائعة لهذا اليوم بإطلالة الزهرات الجميلات. عندنا فيديو طبعا شهد عبد الإله عبر المتجر أهدت لهم طلعة تقول بمناسبة الأمطار, فحبينا نوريكم طلعة سريعة لطيفة جميلة نقول لها شكرا من القلب, شكرا من الأعماق يا شهد, الله يسعدك مثل ما أسعدتي الزهرات. نقدر نشوف مخرجنا الآن, يلا حنشوف مع بعض الزهرات, نشوف هنا, يلا يلا. أطفال الربوع هب هيا قلبي.
الله يسعدك يا شهد مثل ما أسعدت جميع الزهرات. طيب روان حكايتك مع المطر، يلا خذي المايك بسوي معك حوار. أنا يلا سمعت إنك رحتي وادي، ها؟ قرب المايك ما يسمعوك. أيوة إيش سويتي في الوادي؟ تلعب في الوادي ما خفتي؟ انتبهي مرة خفيف، انتبهي. أيوة بعدين شيلك الوادي. يلا تفضلي أعطينا كلماتك عن الحلقة وعن المطر. يلا اللهم أجعلوا إيش؟ اللهم أجعلوا نسيان شوية تراجع ونرجع لكم. لا 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 معلش، خلا شعورك في المطر لما كان ينزل المطر. يلا هو مرة حلو. أيوة أحسن شي فيه إنه يجلو المدرسة. هذا تبغى عن بعد، هذا تبغى عن بعد، ما شاء الله تبارك الله، يعني تحبين عن بعد. طيب معلش نسأل الزهرات، مين يحب عن بعد ومين يحب الحضوري؟ يلا عن بعد كلها عاد عن بعد حبي. ها يلا حضوري 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 بوري. ها حضوري ها حضوري حضوري. يلا اعطي هناك. ايوه والله ما ادري ايش الطبخه. حضوري ها حضوري يعني ايش حضوري؟ اعطوها ايش يعني حضوري كذا بس زيهم؟ قلت زيهم صح؟ يلا حلو اللي بعدها. ها حضوري 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 ما شاء الله زي البث الفجري. ها منصة ما في حضوري. منصة منصة حضوري حضوري. حمد منصة منصة حضور منصة. أنا اثنين يعني. أيوة كل منصة بكرة، بكرة كل الزهرات مبسوطات بكرة. ليش يا ابتهال تبغي كل يوم؟ كم يعجبك؟ في طلب لتومي خلصتوه؟ أيوة تومي لإيلان، قل لها شكرا. الله يسعدكم جميعا مثلما تسعدوا الزهرات. طيب وين وصلنا؟ لا نرجع هنا. يلا أميرة أعطينا عن الأمطار وعن المطر موضوع حل حلقتنا لهذا اليوم، تفضلي تفضلي. يلا اللهم مع كل قطرة مطر خيرا وتوفيقا وعافية ورزقا، اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا هنيئا. يلا الجاية البنت الجاية. يلا من عندنا دحين. يلا ناخذ لا هذا جمان. جمان يلا جمان لما تشوفي وجهي كنا تبدأ على طول. أي ما أي يلا يا جمان وطولنا بفضل الله ورحمته، اللهم صاحب الناسين أحبكم. يلا شكرا. شوف اللقطة كيف جمالها الآن اليوم، البث ما شاء الله واضح حتى في اليوتيوب. أنا لما شفتني نفسي في البث ما عرفتني، أقول مين هذا طالعني، حستني طالعني فن. طيب ناخذ الآن من هنا غرام. يلا يا غرام. أيوة أعطي غرام وناخذ بعدها. ها لا خلاص شكرا. يلا تفضلي. ها غرام يلا بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. اللهم اجعله غيثا نافعا، اللهم اجعله غيثا نافعا للبلاد والعباد.
طيب ودنا ناخذ استعراض جميل لذيذ رائع، وش عندنا؟ طبع الحياة. يلا ها حياة، يلا طبع الحياة. جاهزين؟ طبع الحياة. ليلتنا جميلة وحلقتنا أجمل مع هذه الأجواء الرائعة الممتعة مع زهراتنا الرائعات في هذا اليوم من بيت الزهور. كما قلنا أن حلقتنا لهذا اليوم تتكلم عن المطر. إيش المطر؟ طيب لعبة المطر، يلا أنا عندي لعبة اسمها المطر. يلا بسم الله، ها طلعوا لي ثنتين روان من هنا، طلعوا لي ثنتين من هنا يا أميرة. يلا سريع، يكون نفس العمر نفس المقاس. أيوة تنتين، يعني أنت مثلا إيلان ولا غلا. يلا أيوة يلا حلوين، جاهزة عشان نلعب مع بعض؟ جاهزة أيوة.
جاهزة؟ ايوه. جاهزة؟ ايوه. جاهزة؟ ايوه. حلو. انا حقول لما اقول كلمة مطر تعطيني شيء يظهر في المطر، نشوفه وقت المطر، يعني مثل ماء، برق، رعد، زي كذا. تقولي شيء تشوفه وقت المطر، مثلا يعني يكون موجود في أثناء المطر. فهمتم؟ أيوة جدة المطر، بس سريع، اللي تتأخر عندها محاولة واحدة. يلا. في هذه الأيام ما شاء الله تبارك الله تنعم منطقة جازان بالأمطار. رعد. الأمطار برق اللي تجينا، طبعا ما تكرروا الأشياء. الأمطار اللي تجينا ما شاء الله صارت مستمرة. الأمطار. تفضلي جلسي. يلا فهمتي دحين؟ غلطتي انتي. الأمطار مستمرة. تفضلي جلسي. ايوه كما قلنا الأمطار مستمرة. غيوم و بكثافة في جازان، وما شاء الله وصارت بسبب الأمطار ما الدنيا خضراء وجميلة ورائعة، وأصبحنا دراسة عن بعد بسبب الأمطار. أمبريلا. صح، حلو. اسمع لها تحية قوية. يلا جلسوا خلاص، اسمع لهم كلهم تحية. ما شاء الله. فين فطوم؟ فطوم، حيوا فطوم، نسمع لها تحية تقول قوي. يلا حيوها. يا أنوار، تخيل خبة السلس عادة متذكرة، والله العظيم. ما والله أول ما على طول دسنه تحت، والله هذه ما شاء الله عليها. طيب إذا شفنا هذه اللعبة الأولى، فنانة عجبتك؟ بنت تفجعني بعيونك، ارحميني بعيونك هذه بنت عبده. يلا يا فطوم تعالي، شاد تبغاك. يا روحي ناديها. لا تعالي ضيفتنا هي، روح يلا. الآن شهد راحت لي فطوم. تخيلي لقيت اللقطة في منصة أضواء، والله العظيم. أيوة تعالي يلا. يلا هذا سبب الإشكالات اللي حصل. ها فينا؟ يلا ناخذ استعراض، وش عندنا؟ الله على بيت الزهور، بيت الزهور حب وسرور.
في طلب جاء، طلب جاء معلش ما شفته والله. ابتهال تحية من موزة وألين، تحية من موزة، شكرا يا موزة، ونسمع الموزة أقوى تحية. يلا صوروها الآن هنا، يلا عارفين الطريقة، تفضلي هي حتصور، أنا تصور من الجهتين عبر الهواء، وأيضا ترسل للفانز الرائعة. يلا أوجه تحية إلى صديقتي الرائعة والجميلة وحبيبة قلبي الوفية موزة، شكرا على طلباتك الدائمة من المتجر، الله يسعدك مثل ما سعدتيني، أحبك. أيضا يلا عندك من موزة ومن روين، أيوة يلا، لا كل واحدة لحالها، كيف جمع النوم. يلا شكرا يا روين، وصل الله يسعدك وبارك فيك، شاكرين ومقدرين. أوجه تحية، يلا واحد اثنين ثلاثة. أوجه تحية إلى صديقتي وحبيبة قلبي الغالية موزة الجميلة، شكرا على طلباتك الرائعة، الله يسعدك مثل ما سعدتيني، ما قصرتي وأنا مرة أحبك. الآن إلى روند الرائعة. أوجه تحية إلى صديقتي الرائعة والجميلة وحبيبة قلبي الوفية روندتي، شكرا على طلباتك الدائمة، الله يسعدك مثل ما سعدتيني، ما قصرتي وأنا مرة أحبك. شكرا شكرا من الأعماق لكل من طلب، الله يسعدكم ويبارك فيكم، ونقول لهدى عسيري منورتنا لهذا اليوم. يلا احنا قبل ايش في حب وسرور في بيت واحد تلتقي كل الزهور، بيت الزهور حب وسرور في بيت واحد تلتقي كل الزهور، اللي هناك وديته. يلا اعطى الشيخ الكرام الان. طيب ايش قبل شوي ايش كان عندنا؟ لا لا المطر وين وصلنا؟ عند مين عشان ما نتاخر؟ غرام قلتي ايلان، يلا يلا تفضل إيلان، ألين يلا. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. أعطينا أعطينا رأيك بالمطر، تعالي تحب المطر أنت ولا لا؟ تفضلي. ها إيوة، بس أنا اكتشفت حاجة في المطر. اكتشفت أنك تختفين مع المطر، هل أنت جدة المطر؟ لا. طيب فينك؟ فينك؟ نبحث عنك في البثوث المباشرة، نقول أين نجمتنا الرائعة؟ موزة كل يوم تبهل وراك تسأل، تقول يا أستاذ إبراهيم ها 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 ها. أين ألين؟ أين ألين؟ ها 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 ها. إنني موزة ها ها ها. كل يوم يلا أعطينا مرام الكلمات الجميلة من مرام، ركزوا يلا سريع. اللهم صيبا نافعا. يعني انتوا حبطوا الدعاء بس حق المطر كلكم؟ لا اللي عنده دعاء لا احد يقوله، خلاص قلنا من رام خلاص. انا اسالك عن المطر، كيف امطر صبيا؟ والله كانهم اتفقوا كلهم على الدعاء. يلا تفضلي، كيف كان الأمطار؟ أمطار صبي حلوة بس لو ما سمعتك، قرب الماي، كيف كان الأمطار؟ الأمطار مرة حلوة بس لو حط المدرسة على جنب أروح السطح وألعب في المطر، حط المدرسة قصيرة شوية كذا إجازة يوم يصير المطر حلو. طيب تمام. يلا
إذن مستمرين في هذه الحلقة الرائعة. عندك كلام مدعى؟ تعالي. حلو يلا. السماء فتمطر معها الأمل. الله 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 على الكلمات الرائعة، ما شاء الله تبارك الله. طيب عندنا نبغى استعراض، وش عندنا الاستعراض؟ يلا عشان وقت الحلقة انتوا وبس، اهداء للجمهور. شكرا لكل من طلب في المتجر، الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. يلا استعراض إهداء للجمهور انتوا وبس. بالرفاع يلا فوق. نسمع أقوى وأحلى وأجمل تحية
ما شاء الله تبارك الله. إذن ليلتنا ماتعة بها الجمال. اليوم حلقتنا عن المطر. نشوف فطوم. فطوم ماذا تقولين عن المطر؟ يلا مطر حلو. مطر حلو. نسمع لها تحية قوية. سمعتها يا أنوار؟ نعيدها. يلا قولي مطر حلو. نسمع لها تحية حلو. يلا ماذا تقولين عن المطر؟ كيف كان أمطر معاكي؟ حلوة. هي قال مطر حلو كلمتين وانت قلت حلوة. كيف كان أجواء معاكي والمطر؟ جميل ورائع. يلا عندنا الآن ناخذ. لا مو لعبة. لا كرسي الاعتراف. يلا نشوف مع مين الآن. يلا يا كنترول مخرجنا. كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف. اهلا وسهلا بكم في كرسي الاعتراف. معنا اليوم النجمة. يعني هي اتوقع من النجمات القدامى. ألين ابو جبل. السؤال الاول يا ألين. كثير من الجمهور بيقول ودو ألين تكون فوق. يعني أحيانا تكون موجودة وأحيانا تغيب. مو تغيبين، أقصد تغيب غياب. ليس ما شاء الله أنت ما تغيب عن الحضور، من الناس المتميزات في الحضور، ولكن عندك غياب عن الساحة الفنية. أحيانا عدم الحضور البثوث، ما تصوري في حسابك. يا ترى ما هو السبب؟ يقول الإجابة. تفضل عندك المايك. مني أنا. طيب هل حنجد تجديد؟ هل حتكوني متواجدة في الساحة؟ إن شاء الله. طيب لو قيل لألين من أقرب زهرة من الفريق أو من الجروب إلى ألين؟ على بالي كل الزهرات. أيوة. الأفضل. قرب المايك. لكن الأفضل ابتهال لنا بنت عمي. الأقرب لك ابتهال. أيوة عشان بنت العم. طيب نعرف أن ألين كانت تسكن في الأول في أبي عريش والآن في جازان. لو عاد بك الزمن إلى الوراء هل هترجعي أبو عريش؟ ولا عجبك حتستمري في جازان؟ فكري وجاوبي. أبو عريش. يعني ودك ترجع أبو عريش؟ أيوة. السؤال القادم، من النجمات السابقات غير جوري، عشان ما تقولي جوري، من النجمات السابقات غير جوري، ودك تكون ألين مثلها وأفضل، فمن هي؟ فكري على مهلك وتريثي وعطينا الإجابة.
وأعطينا الإجابة. عفاف. عفاف. شكراً ألي. تفضلي. استمتعنا بهذا اللقاء الماتع. نكمل مواضيع الحلقة. وين وصلنا؟ شدا. شدا أيوة شدا وأختها ما قد شارك. بسأل على المطر. تفضلي. حفظ الدعاء. طيب كما تشاهدون المناظر الجميلة ناخذ استعراض. يلا وش عندنا؟ أبي 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 تفضلوا. انصتنني يا طالبات أباءكن يا بنات ما قصروا في الواجب تخصصات ومهن الكل فيها مؤتمن أبوك يخدم الوطن هذا أبوها وأبي صدقت يا معلمة فالكل يخدم الوطن فالكل يخدم الوطن فالكل يخدم الوطن. إذن كما تشاهدون ما شاء الله تبارك الله دائما لما نطلع بثوث يعني يكون عندنا ترند ما شاء الله يكون بثنا من بثوث أو من
يعني لو رحت الترندات حق البثوث تجد من أوائل البثوث هي بثوث قناة أطفال ومواهب. فشكرا جمهورنا الرائع، الله يسعدكم ويبارك فيكم ويحقق أمانيكم. حلقتنا اليوم شيقة ماتعة. نعم تفضلي لعبة ايش؟ المطر. يلا لعبة المطر، يلا اعطونا سريع. يلا يزي ونحيي كل احبابنا جمهورنا اللي حبنا بيت الزهور. لعبة المطر عارفينها زي الاول. ها يلا، المهم كما قلنا ان المطر في رعود منتشر هذه الايام بكثره ومتوزع الامطار صح متوزعه في كل مكان، فاصبحت الامطار مضله اعطت الدنيا اخضرار. ما طيب انا قلت لك شيء دحين، طيب عادي اشوفك يلا تمام. المهم فالامطار الجميل لا ما في خلاص انا حر فالامطار الجميله والله ما ادري خلاص تفضلي. المهم الامطار جميله بحيره فالامطار جميله طيور المطر فالأمطار جميلة ونحيي كل بحر فالأمطار جميلة وحل طين فالأمطار جميلة كاب فالأمطار جميلة شجر فالأمطار جميلة ها جميلة الأمطار ها عرفت الخطة. المهم فالأمطار جميلة طيور فالأمطار جميلة سحاب فالأمطار مسكرة برا أرجعي أيوه يلا يلا والأمطار الحلوة برق وانتشرت الأمطار لا مكرر فازت أميرة ونسمع لها تحية قوية. طيب الآن تعالي أريام تعالي غلا تعالي شهداء شهودة تعالوا. طبعا احنا عارفين الآن في هذه الأيام مع الأمطار كثرة الضفادع. كثرة ايش؟ الضفادع. هتقلدي صوته وحركته هتقلدي صوته وحركته لعبتك. يلا تعالي الضفدع الأول. يلا الضفدع الأولى تفضل. كيف يقول صوته كيف؟ طيب يمشي كيف الضفدع؟ كيف يمشي؟ لا كيف؟ لا كيف كذا؟ لا هو يمشي على أربعة. ها أيوة يلا. أيوة أيوة. خلاص الجمهور راح يقيم، المنتسبين راح يقيمون أفضل ضفدعة. يلا بالصوت والحركة. الضفدعة الثانية قلدي يلا. يلا صوتها كيف؟ صوتها كيف؟ صوت الضفدع كيف؟ لا لا كيف؟ ضفدع بسي هذا بالله بعدي. يلا شداء لا تفوتين الفوز، لا تفوت الفوز صوتا وحركة. يلا كيف يتحرك؟ يلا يا ضفدع يلا
هذا ضفدع يرفص. يلا لا صوته صوته. يلا يا غلا غلا يلا يا غلا تفضلي. ايوه حلو. يلا ايوه حلو والله الحركه حلوه وصوته باقي الصوت يعني كذا. خلاص تعالي إيلان تقعد إيلان تقعد حدام. يلا ها ألين يلا تفضلي. يلا يلا أيوة. لا يعني زادا الآن نشوف أحد المصورين الأخ جميل. تعال جميل تعال والله تيجي حلفت. تعال لا ما يصلح جميل. تعال بالله يا جميل والله يا جميل تجي معليش عشان خاطري. لا حلفت لا تردني. لا 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 لا, لا. يعجبني حركاتك. الا تعال ام دقيقه ويلا. حيو جميل حيو حيو. يقول خطيبك تشوفني. جميل جميل طبعا هو اصلا ما شر حركاته ضفدع بس هو خايف هناك يرسلوا له تم انهاء العقد. يا منتسبين شوف رأي المنتسبين مين اللي فاز. الجمهور يطالب يقول بالله خلى عم عبده. والله الجمهور لا تردهم يا أميرة وأريام جيبوه. يلا والله زعلانة أريام تقول يلا حيوا على عم عبده. لا لا عادي لا عادي عادي يلا يلا تفضل. أنا معاك أنا يلا أنا حتى نسيت كيف يقول. لا لا رقبته علقان. يلا الآن العم إسماعيل والله معك جمهور. الله حيو إسماعيل حيو حيو إسماعيل حيو حيو إسماعيل حيو. أنا ما هو أنت أنا أعفيك والله لا يطيح هذا فوقنا. أكرم يلا يلا يقول أكرم. أنا تفضل يا أكرم. يلا أكرم استنى إيش هذا. يا أكرم لا أربعة يا أربعة يد أربعة سيبو. يلا تفضل يلا مرام معاه. يلا أيوة زي الضفادع اللي نلقاها الفجر واحد كبير واحد صغير. يلا مسابق واحد اثنين ثلاث. يلا أيوة يلا حمد يلا حمد يقول يلا طبعا عم عبد ركبته معلقة. أنا نسيت والله نسيت الحركة. خلاص يا عيالي ارجعوا يلا ارجعوا يلا سريع ارجعوا
يلا انا بعدين يلا عشان منشد. يلا يلا الان تحدي بين اميره وروان اخر سنتين. يلا يلا روان واميره يلا سريع يلا نشوف. يلا والله اميره تجيبها. ركزي اميره والله تجيب النانتين. اميره اصلا ضفدع خلقه ما شاء الله عليها تناقز. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا يلا سريع. أطول ضفدع شيمول. يلا تعال شيمول ارجع 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 تعال. لا تعال تعال تعال. لا لا في معلوم أنا أشرح لك يا علاء. إيش اسم ضفدع بالبنغالي؟ تعال تعال علاء تعال اجلس. تحدي بين علاء وشيمول. تعال تعال علاء والله يجي. تعال يلا حيو علاء حيو. يلا اوقف هنا. مين معلم ضفدع؟ هذا فجر. واق واق ايوه يلا ضفدع. انا ما بعد يلا يلا سريع. اسمع اسمع استنى علاء استنى استنى استنى. اللي مية مية له هدية يا شيمون. اللي مية مية ياخذ هدية. ركز معايا هدية ضفدع صوت. شوف يا 50 ريال أنوار اللي يبدع منهم 50 ريال هدية. لازم حركة صوت تمام صوت. كيف صوت؟ ايوه استنى هذا يجشع. كيف صوت؟ جو جو جو. يمكن يمكن عندهم عندهم ضفادع بنغالي تقول كذا يعني. كيف كلام؟ فرق فرق هذا فرق يعني في فرق. دقيقة لا كيف انجليش؟ هذا فرق انجليش هذا. دقيقة هناك بس كيف يقول؟ بس؟ ايوه كات كات بنغلاديش. ها؟ كيف كلام؟ ماو ماو. يلا 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 تمام يلا يلا 50 ريال يلا لا يلا سريع يلا الآن. واحد صوت مع حركة أيوة سوا سوا. لازم حركة مية مية ما في سرعة. حركة مية مية جمهور هو يعطي هدية. واحد اثنين ثلاثة يلا أيوة روح روح روح. عشان وقت الحلقة عشان وقت الحلقة نبغى استعراض. يلا البدر يبدأ هلال. ابتهال تقرأ تقول أبغى أسوي يقولوا لي سوي. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. البدر يبدأ هلال يرقى ويرقى الكمال يشرق بجو السماء يهدي الضياء والجمال. هذه القناة ابتدت أحلى الفنون
ارتدت باسم الطفولة شدت بإحساس ما له مثال. هذه القناة ابتدت أحلى الفنون ارتدت باسم الطفولة شدت بإحساس ما له مثال. يلا يا لا 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 يا لا 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 نصدح بمعنى وفن للدين أو للوطن نفرح ونمرح معا نرعى حميد الخصال. نصدح بمعنى وفن للدين أو للوطن ونفرح ونمرح معا نرعى حميد الخصال. لا لا يا لا 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 يا لا داعي سامي الهدف على القيم والشرف مثل الدرر في الصدف أو نبع صافي الزلال. داعي سامي الهدف على القيم والشرف مثل الدرر في الصدف أو نبع صافي الزلال. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ربنا يرضى وينفع بنا ويحفظ لنا أحبابنا بالخير في كل حال. قليل من ربنا يرضى وينفع بنا ويحفظ لنا أحبابنا بالخير في كل حال. البدر يبدأ هلال يرقى ويرقى الكمال يشرق بجو السماء يرضي الضياء والجمال. البدر يبدأ هلال يرقى ويرقى الكمال يشرق بجو السماء يرضي الضياء والجمال. الله الله الله. استمتعنا معكم في هذه الحلقة الماتعة الرائعة اليوم، انبسطنا ما شاء الله تبارك الله، غيرنا جو. شكرا لزهرات الرائعات، اسعدتوني بحضوركم. ها في بيت واحد تلتقي كل الزهور، شارك معنا واتصل نحكي ونتكلم سوا. قولي يلا ها. طيب خلونا نشكر جمهورنا الأعزاء، شكرا لكل من طلب، وصل طلب في المتجر من رغد الشهري، طلبت لي غلا. يلا يا غلا عندك أربع صور مع تحية، خلاص بعد البث صوريها قبل ما تمشي إن شاء الله. تمام نختم لعيون روند، كل ساعة تقول تطلب نشيد عباقرة، يلا نختم بعباقرة. شكرا لكل من تابعنا، أسعدتونا، الله يسعدكم. اللي حابب يطلب طلبات نلبيها له الآن بعد البث بمشيئة الله تعالى، يطلب الآن في أثناء النشيد. عباقرة نختم بها هذه الحلقة.